أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد لمواطنين ووافدين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتمثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة. وأوضح الوزير أن هذه الحالات سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها خلال اليومين المقبلين.